شاهين شاهين، بتجيب سيارتك على الباب التحتاني، بدنا نسعفه على بيروت بدون اي شوشره. ما بدي مخلوق ان يخلق يعرف شو عم نعمل. فورا فورا. مطرحك يا ابو علي، مطرحك، ما حدا فيكم يتحرك. بوس ايدك امي، ما في وقت، حرك يا ابو علي. وقتك شو؟ اذا رصاصه وحده ما خلصت عليه انا هلا بفضي مشط براسه وبكمل علي. ليش لك امي؟ ليش؟ ما كفاك يتقوص بنص بيتي؟ لانه هذا خاين، وجزاء الخاين القتل والدعس والصرامه. او بينفي. هذا حقه عندي وعند اخي، ونحن متفقين ننفيه، ما نقتله هون. دايما طيبة قلبك مكلبشة ايديك ومتوهى رايك. قولي عني اللي بدك تقولي، الزلمه لسه فيه روح. بدي اعمل شو اللي الله بيقدرني عليه حتى لحقه. اذا بدك يعني ارضى عليك اقتله بنص الارض. الا بهي امي، الا بهي. شاهين دمي، ابن عمي ومثل اخي. ايه وربي غلط وغلطه كبيره، بس ما هلا بنحكي فيها بعدين. ما راح اتركه يموت بين ايدي، ما راح اتركه. معناها بتطلع من هون روحه بلا رجعه. بدك تنفيه، بدك تقفيه، اعمل فيه اللي بدك يا برا، بس هون بالهيبه خلص شاهين مات، وانا راح احفر قبره بايدي ادوب. السياره جاهزه معلم. شيل معي يا ابو علي. وحطينا شاهين بهالسيارة وما كنا عارفين لوين الله مودينا. شاهين شاهين، طير يا ابو علي، طير 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 شاهين. طبعا ما بخبرك شو صار لما عرفت المسكينه امه بالخبر. شاهين يا شاهين يا شاهين يا امي، والله لا اطلع برواع كل يوم قاعد الكليب، والله لا اطلع برواع. بدي اقعد كمياتي، ابعدوا على الطريق، ابعدوا، والله لا اقتلهم كلهم. ما كان عند المعلم جبل حل تاني غير انه يستعين بابو طلال الشايب. ايه دخيل عينك يا ابو طلال، دخيل عينك. معلش انا طايش حجري ومالي مخبر حدا. ايه والله بدي اياها منك يا ابن العم. عشت شد على المستشفى، الطريق صار مأمن. يلا طبعا الصخر ما عنده خبر بشي، واخته منى مثله، لهيك العتب كان كبير وقاسي. خبصي فكرك حدا رضيان باللي صار؟ اذا الشاهين ابن عمك اليك فهو خينا، يعني تالتنا انا والجبال. اذا انت بعدك بتحبيه نحن منعبد اللي خلقه. بس اللي صار كبير كتير منى، كبير وما حدا فينا عم يقدر يفهمه. انتوا كلكم بتستاهلوا تموتوا. طالما شاهين مات
انتوا كلكم بتستاهلوا تموتوا كلكم. يلا اقتليني اوصيني ورحمة السلطان تحت ترابه اللي تقتليني. يلا كان عند المعلم جبل حل تاني غير انه يستعين بابو طلال الشايب. ايه دخيل عينك يا ابو طلال، دخيل عينك، معلش انا طايش حجري وماني مخبر حدا. ايه والله بدي اياها منك يا ابن العم. عشت شد على المستشفى، الطريق صار مأمن. يلا ام شاهين ما حمل عقلها. لما وصلت لعنا على البيت كانت الست ناهد عم تردم قبر شاهين قدام عيون امه. شاهدوا ارواحكم يا اولاد سلطان. انت بعيد عني يا كلب، بدي اكلمك يا بولي، بدي ابنك يا كلب. لك وين رحت بتعيد؟ لك وين رحت بتعيد؟ لك يا شاهين وينك يا امي؟ يا الله لا يوفق. ولك شو عم تعملي؟ لك قتلتوه عم تدفنوه بأرضكم. لك يا كليم، لك وينه؟ بدي ابني يا شهيد. لك يا ابني يا ابني يا ابني يا ناهد، رجعيلي ابني دخيلي. لك رجعولي ابني، رجعولي شهيد. لك الله يحرمكم من ولادك، الله يحرق قلبك عليهم. لك الله يهدك يا ناهد يا بنت عمران، يا ناهد. لك وقفي، لك بدي اشوف ابني دخيلكم، دخيلكم يا شهيد. يا امي يا امي يا امي يا امي يا امي يا امي، لك شو عم تعملي؟ لك شو عم تعملي؟ حرام عليكي. لك الله يهدك يا رب، الله يهدك يا ناهد يا بنت عمران. يا امي يا امي دخيلك يا شهيد. خالتي مشاهي، خالتي مشاهي، قومي قومي لوصلك على البيت. راحت من وش، راحت من وجهي. لا حول ولا قوة إلا بالله، كمان مو معقول تضلي هيك.
خليني ارجعك على البيت. عم اقول لك بعد من وجهي يا ناهد، افتحي لي البيت. لك والله لاكل قلبك مستاني والله. الله يحرمك من اولادك يا رب. افتحي لي يا ناهد، بدي اشوف تراب قبره لشين. افتحي لي، لك افتحي لي يا ناهد. يا نظري حبيبي لهون وبس. وانت يلي قلتيها لهون وبس. وعم تردي بوشي كمان. ايه حقك تتضايق، وحقه جبل يزعل ويطفش من البيت، وكمان صخر حقه يقعد لحاله ما يحكي مع حدا. ولك وصلت مواصيلك تروحي لبيت عمك، ورحتي لعند هناء برجليكي؟ لك هاي وحده مجنونه. ما رح تكون مجنونه اكثر مني. فعلا بهي معك حق، لأنه ما حدا بيعمل عمدك. أنت يلي عم تحكي هذا الحكي؟ ولمين أمي لمين؟ لإلي؟ ولك حاجة تردي لي وشي أحسن ما أخفي لحسك. أنت مالك عرفانة حالك شو عم تعملي؟ ليش رايحة لبيت عمك؟ رايحة تعتذري منهم؟ آه رايحة تبوسي.
خالتي بعد قادرين نعمل كتير اشياء. انا بحس فيك منيح، انت مثل امي، انظلمتي وبقيتي لحالك مثلها. وعفوا غريمني واحد، كرمال هيك انا هون. يا ريت تقبليني مثل ابنك، ايدك اليمين وسندك. اعطيني هالفرصه. شو عندك هلا؟ تحت امرك وقت اللي بدك. بدك تروح معي هالمشوار لبينما تشرب قهوتك تكون غيرت تيابك. اهلين وطن. عند الشايب. عمول معروف، صف لنا سيارة على جنب ومشي معي. سيارتي الخاصة. لو سمحت. شو؟ وصل الشايب؟ يا حو ناطرك. طول الرئيس. خلص عندك. انت اطلع منا. عم اقول لك عندك. Thank you.
شو ما حدا بده ياكل؟ سبقوك من زمان. وانتي؟ انا عم باكل معك. سحر، في اسالك سؤال؟ خير. انت ادعي لك هون عم تسمع صوتي. مانك محمس هيك بس تفتح ان شاء الله انه تشوفني؟ يعني انت كيف بتخيلني هلا؟ يعني ما انا بعرفك، ما في داعي اتخيلك تخيل. لا لا، بتعرفني انا وصغيره، عم بحكي هلا. ايه هدى، ليكي انا الشكل اخر همي، في اشياء كتير عندي اهم من الشكل. بس انا لو ماني شايفك بس بعرف اكيد كتير منيح انه انتي احلى واطيب قلب. عن جد سخر؟ ولو هدى، ما انتي وقفتي معي باصعب وقت بقطع عليه بحياتي. بس انا مشكلتي صعبة كتير، يعني لا انت ولا حدا يمكن بكل الكرة الأرضية ممكن يحل لي اياها. هذا الموضوع بتشيليه من راسك من اساسه. وليام شخنا لو حس بيي كان عمل قصه. ليه انا بشو غلطت؟ شو غلطتي؟ غلطتي انك حطيتي حالك مطرح مش الك. غلطتي انك سقتي بالقصه من راسك من دون ما تفكري ولو خمس دقايق. معك حق. ليك يا بنتي، هودي جماعه ضيوف عنا، ونحن عم نقوم بواجبهم لأنهم دينهم برقبتنا كبير. مجرد ما الله يسر لهم طريقهم كل شيء رح يرجع لمطرحه، يعني مثل ما فاتوا مثل ما طلعوا. الله يحفظك يا الله. معلم جبل، ما حدا فيكم يتحرك، درك محاصر كل الحي وعارف انكم جوا. جبل شيخ الجبل، سلم نفسك، ما في داعي للمواجهة، المكان محاصر بالكامل، بنصحك سلم نفسك. جبل شيخ الجبل، سلم نفسك. جبل شيخ الجبل، سلم نفسك، ما في داعي للمواجهة، المكان محاصر بالكامل، وأي حركة رح تقوم فيها رح تعرض حياتك وحياة يلي معك للخطر. بنصحك سلم نفسك. يلا هات البارودة يلا. خالد وبلال وبتنبهوا على كل الشباب يوقفوا قواس. طيب اذا الدرك قوس شو بنعمل معلم؟ ولا رصاصه بتطلع من عنا الا ما انا اقول لكم. يلا طير. ولا اي تصريحات، عملوا معروف، خلصنا، عملوا معروف، روقوا، ما في ولا تصريح.
حطم القبض على جبل شيخ الجبل؟ شو خطورة الوضع داخل الحي؟ في طرق، في صوت رصاص كتير قوي من جوا. بس أعطيه تعليماتك، خلينا نخلص. اوعك ضرب واحد من عنا بتفتح جبهة. أكثر من هيك ننطرنا ليصفونا واحد واحد. حسام بعتذر سيدنا، بس بتهيألي هاي آخر فرصة لإلنا. هدول عم بيجرجرونا لحتى نفتح معركة معهم، ونحن لازم ننتبه. بس هن بلشوا كلها رصاص بالهواء، بأي عرس عندهم بيقوسوا أكثر من هيك. شايف؟ بلش المسج توصل. أعطيه أوامرك ليقطعون الاتصالات عن كل الحي، ما بدي يتواصلوا مع أي حدا. حاضر. ايه مي، اهلين، كيفك؟ خير؟ شو في؟ كيف؟ ايه معك معك. لحظة، اي تلفزيون يا ال؟ ايه ايه اوكي يلا. مرة أخرى تنشط أحداث الهيبة ليعود مسلسل جبل شيخ الجبل من جديد. معنا الزميلة إليان ستوافينا بتفاصيل الحدث من هناك. مساء الخير عماد، تفيد الأخبار إلى أن المدعو جبل متواجد منذ بداية حصاره ببيروت داخل هذا الحي الشعبي الذي تعود أصوله إلى العائلة نفسها، وهناك معلومات أن العائلة بأكملها متواجدة في الداخل حاليا. مثل ما شايفين مشاهدينا، لقد بدأت رشقات الرصاص من داخل الحي الشعبي. هل تعتقدين أن هناك أي احتمال لبدء اشتباك ناري بين الجهتين؟ زميلة إليان، ربما فقدنا ربما الاتصال معك. معك معك. هلا عم يوصلني الصوت، عم يجي عليك الخط شوي. معلش، انت منين عم تحكي؟ طيب ليك، نحنا بتقدر تقول هلا فرقنا على الجرود. ماشي، ارميها على الله. لحد هلا الامور بخير. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفي جبال، خليك معلم، انا رح اذن اشوف شو القصه. شوف ابو علي وانا بظهرك. فرضك بوالا شهير. اسمعني منيح وما تحكي ولا كلمة. أمي
خليها دمعك، انا نازل اشوف شو صار مع ابو علي. خدي ردوا البرادي لو سمحتوا. تقبر قلبي
منوش فديك تضلي صافني. الحمد لله على سلامتك. ربي يسلمك. الحمد لله على سلامتك يا بطل. ما تشوف شر. بو علي. الحمد لله على السلامة. شو؟ مغير عليك؟ علي. اخ يا صاحبي. شو ابو علي؟ قصتك هون؟ اطلع بدي كل الخلق تسمع. يلا. هلا ما عاد لك حجة. الشغل ناطرك. يلا يا رجال. يلا سمي من الله. أعطوني صخر، أعطوني صخر. مين؟ أبو علي، أعطيني صخر. يلا تعال تقبرني. تعال يلا 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 وصلنا على بيتنا. يلا أبو علي، هذا حس عليك شيء؟ صار شيء كركبة؟ الخبرية مرقت، صرت ببيتك وما بقى حدا له معك شيء. الحمد لله على السلامة. اشتقت لك يا ام علي. الحمد لله على السلامه. والله يا ست ناهد في قلبي من خوفي عليكم. اه وانا شو بدي اقول لك؟ لاقول لك فوتي لشوف فوتي. مين هذا اللي سايق فيكم؟ ما دخلك وما بتعرفي. خلصيني يا ابو علي. عرفتني هلا؟ جبل طلع لعندي عاوزتك. للأفندي يغير الاسم على الشاهد. أني اسمي شاهين غازي شيخ الجبيل. وافتح لي البوابة. هلأ بدك تفهمني إنه هيك من جونو خلق بنص الجرود؟ والله مثلي مثلك يا امي. وانت كنتي معنا؟ لا بعرف منين اجا ولا بعرف وين راح بعدين. والله وان شاء الله نفكر انه بجيته هي بده يحط علينا وحده مشان ناكل هوا وننسى يلي جرى. الهدف هو ما نفذنا من الكمين. ليش اساسا؟ مين وقعك بهيك كمين؟
لو ما أسعفته وعلقك تحت كان صار يلي صار. مو هي المذيعة؟ هي يسعد لي هالمساء يا ست الكل. يسعد لي مساك، الحمد لله على السلامة. ربي يسلمك. مساء الخير. مساء الخيرات. يا أبو علي تعال جاي، تخطف رجلك لعند أبو عيسى والمختار وبتجيبهم معك. يلا. شرفي القصة يا جماعة، يعني الشغلة فيها حياة وموت، مشان هيك أنا جماعتكم ما بدي أكون تسمعوا القصة من برا. المخلوقة هاي دايسة بساطي، يعني بالعربي المشبرح، سمعتها من سمعت كل حدا ببيتي. بارك الله فيك يا جبي، لك قليلي هالبلد قديش في ناس مظلومين عم ينظلموا كل يوم. وانت شو رأيك يا أم جبيل؟ جبل، ترباية سلطان وتربايتي، وطالما هو هيك شايف خلص نحنا ما منطلع عن الأصول. ما حدا غير هيك. بس بس شو يا مختار، هي شغلة ما فيها بسبسة. جبل بليز، يا ريت تلاقي طريقة تانية. أنا ما بدي أعملكم وجعة راس، يعني ما في وجع راس يا بنت الناس. شو عم تحكي أنت؟ وقفي الله يرضى عليكي، وقفي. هي قدام الله وقدامكن المخلوقة صارت تحت عبايتي، يعني من بعد حماية الله صارت بحمايتي. نحن هون أهلا وناسا، اللي بيصير عليها بيصير علينا، لا عاطلة بتصيبها ولا كلمة بتجرحها. مشكلتها رح تنحل وهي شغلتي، ولما بيروح الخطر إلا الله راد ساعتها كيفها. حبت تمشي بنأمن عليها، والحبت تبقى منشيلها بعيوننا. جبل شو عم تعمل هون؟ ناطرك، مو انت قلتي بدك تشوفيني؟ ما صار لي ساعة ناطرتك بالأوضة. أوضة شو؟ انت عم تحكي عن جد؟ شو فيها؟ شو فيها؟ لا بدك تنتبهي منيح من هالقصص. جبل شو فيه ولو؟ ما نحن بعرف شو نحن، وفهمان عليكي كتير منيح، بس انت هلا بحمايتي، يعني بدك تنتبهي على كل حركه وعلى كل كلمه. الاصول ما فينا نحيد عنها، هذا لا منيح اليك ولا منيح الي.
بحبك. شو حكينا؟ ايه شو قلت؟ ما انت قلت لي انه هون الحب مش عيب. مزبوط، نحن هون كلنا منحب بعضنا البعض ولا شو؟ ايه لا ما حسرت، خليها شي وحده لكن تقول لك انها بتحبك. ايه ولا بقوصها بنص راسي. اوف بكير عليك يا لهالحكي. بسم الله عليكم، عم نام وقوم على رصاص واسلحه بوجهي وبخلقتي اقل شيء. طيب قولي لي شو كان بدك مني؟ كنت بدي احكيك كلمين منى. بعرف انه انا ما خصني بس عن جد انقهرت عليها. والله كلياتنا زعلانين ومقهورين والله. يعني رح تساعدها؟ هي اختي هي، معقوله يخلي فيها شبك انت؟ طيب لكن شو المشكله؟ امك؟ انا بحكي معها. لا مع امي ما في حكي. صدقني نور، شيلي مزح على جنب، مع امي ما تحكي بهالموضوع هذا خالص. فيني اعرف ليش؟ الشغله ما لها سهله عليها. شوفي امي جواتها في ايه بس ما عم تطلع، ما عم تقدر تقولها. اذا هيك تكل علي انا بخليها تقولها. انا بالنسبه لي خلاص سحبت ايدي من الموضوع. جبل انت اخي الكبير ولي امري، تصرف وحل القصه من عندك، ببوس ايدك. لا حول ولا قوه الا بالله. قلت لك لا تحكيها هلا، ما في فايده. ما حكيتها، ما حكيتها ولا رح حكيها، بس هي من لما شافت شاهين عنا بالبيت وانا ما بعرف شو صار لها. بدي حضر لكم العشاء. ايه لا لا هلا مو وقت هذا الحكي، اساسا كلياتنا ما لنا نفس ناكل ولا لقمه. ما بيصير يا معلم، يعني ساوي لنا ركوة قهوة الله يرضى عليكي. تكرم عينك. شو الله يعطينا خير هالجمعة. لوين رايحة؟ بدي اطلع على غرفتي، راسي عم يجاني، ماني قدراني اسهر معكم. استني بدي احكي معك كلمتين قدام اخواتك. خلاص خليها لبكره الصبح، قلت لك ماني قدراني. منى خليك شوي بليز. شوفي يا بنت، جوازتك من هالبني ادم لا هلا ولا من قبل كانت بخاطري، بس لانه كلياتنا منعرف راسك اليابس وعنادك لوين ممكن يودوكي، ولاني بخاف عليكي وعلى اخواتك من الفضايح والقال والقلنا، انا مضطره اقول لك اني موافقه. موافقه؟ عن جد امي؟ ايه عن جد، بس على شرط لا تحلمي اني ظلغت بعرسك. الله يبارك فيك. مبروك. وهلا شو؟ وربي كف ماكن يا أمي. وشو ناطر؟